أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي على ضرورة توافر السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية معارض أهلا رمضان وأيضا مبادرة كلنا واحد في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئاسية بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.